أهلا بكم من جديد. لليوم الثامن على التوالي يخرج المتظاهرون في وسط مدينة السويداء مطالبين برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، ورفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وإسقاط النظام. وبحسب ناشطين فقد تجاوز عدد المتظاهرين حوالي 1500 متظاهر. في الأثناء خرجت مظاهرات للجالية السورية في العاصمة الألمانية برلين دعما للحراك الشعبي في السويداء، وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام فضلا عن المطالبة بإسقاط رئيس النظام بشار الأسد. وكالعادة آراؤكم بشأن إمكانية إحياء التظاهرات في سوريا لمطالب الثورة من جديد والتي تأتينا عبر الخط الساخن، دعونا نتابع جانبا منها. كلياتنا عم نشوف المظاهرات في أغلب المناطق خاضعة تحت سيطرة النظام. هذا الحراك ما هو حراك عادي، هي صرخة شعب بوجه نظام قاتل وظالم. رح ندعم هاي المظاهرات بكل شيء نقدر عليه لحتى نسقط هذا النظام، ومنقول لزوارنا الأبطال نحن معكم للموت. رسالة لكل أهالينا بسويدا ودرعا وكل المناطق اللي شهدت احتجاجات بسوريا بالآونة الأخيرة. لا تنسوا قديش نحن مبسوطين وسعيدين، وقدي الأمل رجع بقلوبنا للمطالبة بحقوقنا من عدالة وحرية وديمقراطية ومن المواطنة كمان. قلوبنا معكم، ونتمنى نحقق هاي المطالب كلياتنا ونعيش بأرض سوريا الحرة بإذن الله. يعني حتى الثورة السورية الآن لا توجد في منطقة الدروز، لكنها أيضا توجد في منطقة العلوين التي تخضع أو التي هي تؤيد النظام السوري. يعني هذا، يعني أفتكر هذا تغير كبير جدا جدا الآن. وهذه الثورة ليست فقاعة كما يقول البعض، ولكن أعتبرها شرارة لثورة كبيرة جدا جدا. كتر خير الشعب السوري وربنا يساعده على الحكام الظالمة وعلى المؤسسة القاتل السفاح بشار أسد وكل اللي ما يساعدوه. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حاكم ظالم ونظام ظالم، وإحنا خرجنا منهم سالمين غانمين يا رب العالمين. فأجل حاجة أن الشعوب تعمل مظاهرات. ليس من أجلنا نحن الذين بقينا على قيد الأمل وعلى قيد الحياة يجب أن يستمر الحراك، بل من أجل الذين استشهدوا يجب أن يستمر الحراك، من أجل الذين هجروا يجب أن يستمر الحراك، من أجل كل المستضعفين يجب أن يستمر الحراك، يجب أن يستمر الحراك حتى تتم محاسبة الأسد وكل من والاه وساعده في إجرامه. للتعليق معنا عبر الانترنت من السويداء سيد سليمان الكفيري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالسويداء. سيد سليمان أحييك على الجزيرة مباشر. إذا هذه التظاهرات دخلت الأسبوع الثاني لها، يعني اسمح لي، هل تتوقع أن تكون هناك ردة فعل قوية يعني وعنيفة من قبل النظام لإنهاء هذه التظاهرات وعدم امتدادها لمناطق أخرى أم لا؟ مساء الخير، تحياتي لك ولكل المشاهدين، تحية للشعب السوري المنتفض بإرادة الحياة من أجل بناء دولته الوطنية الديمقراطية العلمانية. حراك السوداء هو استمرار لحراك الشعب السوري ضد الفساد، ضد الظلم، ضد الاستبداد. حراك السوداء ليس بجديد، حراك السويداء الجديد فيه بأنه تحول من مطالب تتعلق بالحياة المعاشية ومحاربة الفساد إلى تغيير وطني ديمقراطي، تغيير سلمي من أجل بناء دولة المواطنة الحقيقية. فردود فعل النظام وإجهزته القمعية لا نستطيع أن نتكهن
لكننا بحذر، لأن شكل ردود هذا النظام على الحراك والثورة السورية بالمحافظات الأخرى له شكل خاص قد يختلف عما سيمارسه من ردود فعل اتجاه محافظة السويداء، جبل العرب والجنوب السوري بشكل عام، وخصوصا بأن السويداء يلعب على ورقة الأقلية، فلا يستطيع أن يقصفها بالطائرات، ولا يستطيع أن يجتاز شوارعها بالدبابات، وأيضا لا يستطيع أن يتهمها بالإرهاب أو بداعش أو بغيرها. من هنا لسنا نستطيع أن نتكهن، قد تكون ردود الفعل بالاحتيال على ما يجري، وقد يكون عبر إثارة فتنة، وقد يكون عبر اغتيالات، وقد يكون عبر مجموعة من المسائل. يجب على الشعب السوري وخصوصا المنتفضين بالسويداء الانتباه لكل ذلك، تمام. وأن يبقى هذا الحراك سلميا طب ابقى معي سيد جامعا سليمان، لكل فئات الشعب انت السوري. ذكرت نقاط مهمه، دعني نعم يعني اطرحها على ضيف الذي ينضم الينا عبر الانترنت من اسطنبول، الاكاديمي والباحث السوري دكتور سمير العبد الله، الباحث في مركز هارمون للدراسات المعاصره. دكتور سمير احييك، لعلك استمعت الى ضيفي من السويداء السيد سليمان الكفيري، ويقول ان السويداء تتمتع بخصائص مختلفه عن بقية المدن السورية، ولا يستطيع يعني النظام السوري نظام بشار الأسد أن يتعامل معها بعنف وبال يعني البراميل المتفجرة كما تعامل مع غيرها، أو حتى يتهمها بالإرهاب والدعشنة إلى آخره. هل هذا صحيح، تتفق مع هذا الطرح، وبالتالي التعامل مع السويداء من قبل النظام سيكون صعب أو على الأقل مختلف؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. نعم، بالنسبة للسويداء يعني تركيبتها الديموغرافية ستفرض على النظام طريقة معينة في التعامل مع هذه المحافظة. يعني النظام روج لنفسه منذ عام 1970 بموضوع حماية الأقليات، فإذا قام بمهاجمة السويداء وكون سكانها من الأقلية الدرزية يسقط هذه الورقة التي دائما يروجها أمام الغرب أنه هو النظام العلماني وأنه الذي يحمي الأقليات من الأكثر. لذلك يعني في الحراكات السابقة وفي الاحتجاجات السابقة التي شهدتها محافظة السويداء، يعني اعتمد النظام على عدة استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي مسألة الوقت، يعني ترك هذه الاحتجاجات تمتد لمدة أسبوع أسبوعين حتى تمل الناس من المشاركة فيها، وربما يعني لا يتحقق أي شيء فتعود الناس إلى منازلها. والاستراتيجية الثانية التي كان يتبعها هي خلق الخلاف ضمن أهالي السويداء أنفسهم. بالنهاية يعني السويداء هي شأنها شأن كل المحافظات الأخرى وكل المكونات السورية، هناك انقسام بين مؤيدين ومعارضين، فهو كان يعول في الفترات السابقة على خلق هذا الانقسام، وكذلك بالنسبة إلى التهديد من الهجمات من قبل المتطرفين أو من التنظيمات الإرهابية. دائما يستخدم النظام هذه الشماعة، بمعنى أنه إذا انسحب سوف تتعرض المحافظة إلى تلك الهجمات. بالنسبة لهذا الحراك باعتقادي هو مختلف هذه المرة، كون هناك يعني الحراك أخذ زخم جماهيري كبير، وهناك تأييد بشكل مباشر لنقل يعني من اثنين من مشايخ العقل الأساسيين اللي موجودين في محافظة السويداء. الحراك دخل اليوم يومه الثامن، وهناك سابقة جديدة يعني أغلقوا بفروع حزب البعث الموجودة في المحافظة. لذلك باعتقادي أن النظام سيتريث قليلا، ريثما يعني خلال الأسبوع القادم ربما يرى كيف الأمور ستسير، ربما يلجأ مجددا إلى المفاوضات. يعني حاول إغراء الوجهاء أو الذين التقى معهم المسؤولين التابعين لنظام الأسد ببعض الإغراءات للمستقبل بالنسبة خاصة الأوضاع المعيشية الأوضاع الاقتصادية، لكن فشلت حتى الآن. ربما يعيد طرح هذه المسائل مع تخصيص مثلا حصة معينة من الوظائف في المحافظة لأبناء المحافظة، زيادة الدعم الاقتصادي لأبناء المحافظة. هذا ما فعله في يعني في الاحتجاجات السابقة ونجح بهذه المسألة، لكن هل سينجح في هذه المرحلة؟ برأيي ربما يعني الوضع أصعب هذه المرحلة نتيجة هذا الزخم الشعبي ونتيجة وضع النظام، يعني نظام ليس لديه الكثير نعم. ليقدمه هذه المرة. طيب يعني على حال الحديث بقية دكتور سمير العبد الله الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، شكرا جزيلا لك، كما أشكر من السويداء دكتور سيد سليمان الكفيري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالسويداء.
مساية مستمرة بعد الفاصل، باقي فقراتنا وفيها الأول من نوعه. وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن عن اجتماع بين الوزير إلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا. ابقوا معنا.